قدمت فوق وتيت. موضوع مختلف. احنا طبعا برنامجنا اي زول قال له ادبه بنركبه لك ونمشي قدام، ما بنرجع ورا. لا 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 والله يا فاطمه، من شوف الزول الاندو يعني برنامج واحد ده ما بيمشي قدام، لانه بيقوم قاعد في حلقه مفرغه. نحن دير دينيا سياسيا ايديولوجيا فكريا اي حاجه ده. الراس ده شفتها كابس فيه اي حاجه ده، داري قطيع زلط بنيات اي شيء ذاته، عسكريه كبك ميري اي شيء ذاته. عرفت كلامي؟ فنحن عشان كده يعني انا بعرف كثير. ماذا لم يخرج حميتي لكي يدعم بنفسه صوتا وصوره ويرفض هذا الانقلاب؟ لانه في المقابر. كل الراي العام السوداني يقول ان حميتي في المقابر. هو لم يستطيع ان ينقذ نفسه ولا يستطيع ان ينقذ جنوده الان الذين يعني تشتتوا والذين يعني تتم فيهم مقتله بالطيران السوداني وبالمسيرات وبالعمليات الخاصه وبقوات الخاصه وبهيئه العمليات يعني هل مات حميتي؟ كل المؤشرات تدل على ذلك، لانه لم يستطيع ان يخاطب. هو الرجل قائد فرقه متمرده، والان هو لا يستطيع ان يخاطبهم، لا يستطيع ان يدير المعارك، لا يستطيع ان يظهر الى الاعلام كي يخاطب او يوضح الموقف من كل التطورات التي تحدث. الان يسرق اسم حميتي ويعني تصدر القرارات باسمه وبختمه وهو غير موجود. الان يتم حتى حينما يتم التفاوض في جده، يعني هذا السؤال انا اوجهه للمفاوض السوداني، حتى حينما المفاوض السوداني الذي يمثل الدوله السودانيه والشعب السوداني مع من تتفاوض، لا يوجد حميتي. يعني ماذا يمثل الذي انت تتفاوض معه هذا؟ ماذا يمثل؟ لان حميتي غير موجود. طيب قائد ثاني، ليس هذا فقط يا أخي الكريم، بل أن حتى قائد ثاني التمرد هرب من المعركة وترك جنوده. إذن الآن الجنود الدعم السريع يتخبطون في ولايات وفي يعني محليات ولاية الخرطوم المختلفة، ولا يجدون يعني قيادة مركزية كي توجه أو تنظم أو تخاطب أو توضح الذي يجري. طيب، تابعنا انطلاق قمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبورغ الروسية بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ما تداعيات هذه القمة على السودان باعتبار أن الجميع كان يقول بأن قوات فاغنر تدعم حميتي؟ الآن قمة روسية السودان ممثل فيها بحكومته الشرعية ومستقبل من قبل بوتين، هل تخلى بوتين عن فكرة دعم حميتي؟ هذه القمة يمثل السودان فيها نائب رئيس مجلس السيادة السيد مالك عقار، ولكن قبل انطلاق هذه القمة بشهر أفلحت الحكومة السودانية وسارعت بأن سافر نفس هذا مالك عقار، سافر إلى روسيا نائب رئيس مجلس السيادة وعالج هذا الملف مع الرئيس الروسي ومع الحكومة الروسية، وتم طي هذا الملف تماما. الآن لا يوجد أي تدخل لفاغنر في السودان، ولا يستطيعون أن يدعمون الدعم السريع. إذا كانت لهم أسلحة سابقة أو إذا كانت لهم يعني مرتزقة سابقون وقناصة كانوا يدعمون الدعم السريع، فإن الحكومة السودانية تتعامل مع الموقف باعتباره كان يعني هذا كان تدبيرا سابقا، وليس العبء على الحكومة الروسية، ولكن منذ أن يعني تم حسم هذا الملف مع الحكومة الروسية خلاص ليس، فتحوا صفحة جديدة الحكومتين فيما بينهم، فتحت صفحة جديدة. القمة التي تنطلق الآن لن أنا على ثقة أن حتى وفد الحكومة لن يثير هذا الموضوع مرة أخرى، لأنه تم طيه وتم قفله تماما. قد يتحدثون عن العلاقات المتبادلة ما بين الدولتين دون أن تكون هنالك أي حاجة لموضوع الدعم السريع أو فاغنر. يعني برأيك أن الجيش السوداني الآن يسير بطريقة التي يقول عنها البريطانيون slow but sure، يعني بطيء ولكن مؤكد، يعني هو استطاع أن يعالج العلاقات الخارجية مع كثير من الدول، أن ينفي أو يقضي على الدعم الذي يأتي إلى الدعم السريع، والآن يسير بهذه السياسة. هذه السياسة فلحت أو شهدت نجاحا في السودان، أم أن الوضع الإنساني الآن والذي يصبح كارثيا
سيجعل الشعب بشكل أو بآخر يعني يستاء من الطريقة التي يتعامل بها الجيش. سؤالك ذو شقين، ولكن فيما يتعلق بالنتائج على الأرض، نتائج المعارك على الأرض، نحن كنا في السابق نجتهد كي نجمع المعلومات، وكنا حينما نجمع معلومة إيجابية لصالح الجيش تأتينا معلومات أخرى بأن الدعم السريع قذف يعني معسكر ما للجيش، وكانت المعلومات فيها تضارب. أما الآن منذ يعني أكثر من شهر، منذ شهر أو نيف، كل المعلومات اليومية لصالح الجيش، لا يحقق الجيش انتصارات، يحرر مزيد من الأحياء السكنية، يوسع دائرة التأمين حول المنشآت وحول الأحياء السكنية، وكل يوم الجيش في تقدم، وأيضا يضرب تجمعات التمرد، حتى أن الجيش الآن صار يبتكر، يعني هو كل يوم يعني الجيش في تخطيط آخر حتى يريد أن يقضي على كل الجيوب الموجودة الآن. الجيش الآن من ضمن خططه أنه يستدرج بذكاء وبخطط وحتى بمعلومات في الحرب خدعة يخدعهم حتى يستدرجهم إلى معارك معه. الجيش الآن يبحث عن هذه المعارك، الجيش الآن يبحث عن المعارك مع الدعم السريع، والدعم السريع يختبئ من الجيش، وما ضرب الدعم السريع الآن في مركز ارتكاز له ما إلا ونفذ غارة على الأحياء السكنية، ينتقم من الأحياء السكنية، يريد أن يعوض خسارته بمزيد من الإرهاب ومزيد من الجرائم. هذا خلال الشهر السابق أخي الكريم، وأنتم في الإعلام، لن يستطيع أحد أن يجمع خلال الشهر السابق كله أي معلومة عن الدعم السريع التي نفذها من العمليات إلا الجرائم. مثلا المسيرة، مسيرتين أو ثلاث، لم يضرب منهم إلا مستشفى علياء، يعني هذه مسيرة، وهذا يعني آليات متقدمة في الحرب كان يمكن أن يستخدمها مثلا في المعارك المباشرة مع الجيش السوداني، لكنه لا يستطيع، وإنما فقط يوظفها ويوظف كل الآليات والمعدات والدانات والأسلحة، يوظفها فقط في المزيد من الجرائم، وضرب بها كما أسلفت، ضرب بها مستشفى علياء. ثم أنه يعني الآن دخل مثلا بعض الأحياء في مدينة الحاج يوسف، بعض الأحياء في الكلاكلة. مدينة الحاج يوسف والكلاكلة هي من المدن الطرفية في العاصمة القومية، أقصى أطراف العاصمة القومية من ناحية الجنوب ومن ناحية الغرب. إذن الدعم السريع الآن هو يتقهقر، هذه كلها أدلة أن الدعم السريع يتقهقر، يفقد المساحات، يتم تحرير مزيد من الأحياء السكنية، لا يمارس الآن إلا الجرائم، لا يمارس إلا الجرائم. لذلك هل الدعم السريع يريد أن يذهب بالسودان إلى 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 فكرة حرب أهلية حقيقية، أن يجعل هناك ثأر بينه وبين الشعب؟ حتى هو الآن فعلا يمارس الحرب على الشعب، هذه معلومة حقيقة، لكن بالوعي الكامل، ومنذ بداية المعركة في بدايتها كنا نطالب نحن أيضا بتسليح الشعب، ولكن بالوعي الكامل للجيش ولقيادة الجيش وبخبرتهم الأمنية، لم يسمحوا للشعب ولو فرد واحد بأن يحمل السلاح الذاتي ويحارب أو يكون ما يعرف، حتى لا تكون نوالي ميليشيات، وإنما كل الذي فعله الشعب في الدفاع عن نفسه كان تحت مظلة الجيش نفسه وتحت توجيه وتدريب وقيادة الجيش نفسه. وكان هذا يعني بالرغم من أننا كنا نتضايق من ذلك، ولكن تبين لاحقا أن هذا هو الذي عصم الشعب السوداني من الدخول في حرب أهلية. إذا كانت تكونت ميليشيات متقاتلة ضد الدعم السريع، كان سوف تنشأ ميليشيات أخرى، وهذا الميدان الذي كان يريده أن يستدرجنا إليه الدعم السريع، كان تنشأ الميليشيات ويتم الاتهامات المتبادلة، سواء كانت القبلية أو المناطقية أو ميليشيا مثلا تتبع لمدينة الجبرة وأخرى تتبع لمدينة أم درمان. إذن الجيش بحكمته، وتبين ذلك لاحقا، الآن الشعب يلتف حول الجيش، والآن المتقاتلين اثنين فقط،
الجيش ويلتف حوله الشعب ويدعمه كله تحت لافتة الجيش، ثم هذه الميليشيا المتمردة التي أيضا يدعمها سياسيا بحتة دعم بنفسه صوت